هناك رأيا يقول أن ليلة القدر رفعت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الرأي هو رأي غير معروف غير مشهور عند إخوان أهل السنة والجماعة. الرأي المشهور أن ليلة القدر مستمرة إلى يوم القيامة، وأما في مذهب أهل البيت ليلة القدر ثابتة مستمرة إلى يوم القيامة، وهي لابد أن تكون مستمرة عندنا من خلال ما نستظهره من القرآن الكريم من الآية الكريمة: تنزل الملائكة والروح فيها، وسأبين وجه الدلالة. وكذلك أيضا ما نفهمه من حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن يفترقا. طالما أن الكتاب والإمام لن يفترقا إلى يوم القيامة، وطالما أن في كل ليلة من ليالي القدر لابد أن تنزل الروح، وهذه الروح لابد أن تنزل على قلب الإمام، فإذا نحن نعتقد أيضا بأن ليلة القدر مستمرة إلى يوم القيامة، لأنه طالما أن هناك إمام لابد أن يكون هناك روحا تنزل عليه في ليلة القدر. هذا بالنسبة إلى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأيضا عندنا نصوص من أئمة أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل بوضوح أن ليلة القدر مستمرة إلى يوم القيامة. عند إخوان أهل السنة والجماعة هناك رأي يقول بعدم استمرار ليلة القدر، وأن الله عز وجل رفعها عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا اسمح لي أن أبين للأخ كتعليق وكتوضيح لماذا هذا الرأي، لماذا هذا الرأي وصل إلى هذه النتيجة بأن ليلة القدر لابد أن ترفع بعد النبي. أنا أعتقد بأنه الخلفية العقائدية لهذه القضية هي قضية الروح التي نزلت أو التي صرح بها القرآن الكريم. الروح هي مخلوق عظيم الشأن بطبيعة الحال، هو نستطيع أن نعبر عنه أكبر الملائكة، هو أعظم الملائكة، وحتى أنه في النصوص الشرعية عبرت عنه بأنه هو جبرائيل. والروح هنا هي أعظم الملائكة، لها شأن كبير جدا، لأن الله عز وجل ينزل هذه الروح في كل ليلة من ليالي القدر مع الملائكة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هنا الأمر، ما المراد من الأمر؟ إذا أردنا أن نفهم كلمة الأمر في سورة القدر لابد أن نعود إلى سورة الدخان. إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني الأمر في سورة القدر تفسر هذه الآية: فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني لأن في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يعني تحدد فيها الآجال والمنايا والبلايا ووفد الحج. هذا هو الأمر الذي وصفه القرآن الكريم بأنه أمر حكيم الذي يفرق في ليلة القدر. طيب من يحمل هذا الأمر؟ تحمله الروح. الروح هي التي تنزل على مين؟ تنزل على قلب الإمام، الإمام الذي هو كما ذكرت لا يمكن أن يفترق عن القرآن الكريم إلى يوم القيامة، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. جيد. فإذا الذي قال بأنه ليلة القدر رفعت بعد النبي كان مضطرا أن يقبل بهذا القول عندما رفض قضية استمرار الإمامة، الإمام بمعنى الخلافة الدينية، لأنه تساءل بأنه هذه الروح لابد في ليلة القدر أن تنزل على شخصية عظيمة، نبي إمام. طيب بعد وفاة النبي هو حسب اعتقاده لا يوجد هناك شخصية على هذا المستوى، على مستوى النبوة والإمامة، فقال لابد أن ترتفع ليلة القدر.